عاشر الفنانه كاملين بحال ديك السيده ما عمرنيش بحالها. خدمت وجريت وما خليت فين جريت وخدمت ماناجر مع اي واحد، ولكن مع هاد السيده بالذات. شنو بغيتي تقولي للناس اللي داروا هذا؟ كنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق، يا ريت تكون كان شي حاجه بيدي كون خديت حقها بيدي انا، ما نكذبش عليك، الله ياخذ فيهم الحق، حيت المره الاولى والثانيه بزاف، ها مؤخرا انا شهر دابا قبل ما تمرض بشهر. لقد صورة في عين الدياب وكاكليحهم البحر مخادمين فيهم حشومه. علاش بنادم يخلي مثلا غير ما عرفتش علاش بالضبط هي راه طال الله عباد الله سيروا عند وحدين اخرين بالضبط هي حشومه حتى القلب ابيض بالضبط هي ديك السيده تاذى حشومه الكبير والصغير لكن خدامين ها هو كاين الا كنا خدامين في شي بلاصه شحال ايمن كتقول لك عطي لهذا وعطي لهذا على الاقل واحد 2000 3000 درهم كتفرقها على الكارديان مالين طواليط حاشاكم هذا طيل كل شيء طيل كل شيء في هدره كل شيء حتى واحد ما كيبقى بلاش دخش اخويا دخش منين تلقيت هذاك الخبر ما تيقتش حيت فايته فينا ما تيقتش زيت صافي شويه كنتبلغ بساره كتقول لي شنو كاين وشنو كاين صافي ما دخت ما بقيت عرفت نسوق ولا نوقف ولا نمشي ولا نجي بالنسبه لك هذا التوكال قالوا انه توكال غادي لا هذا الاخر سم الاول توكال هذا سم الناس اللي كيديروا هذا الفعل هذا الفعل حق ما عندهمش الرحمه قاطعين يدهم رحمه الله سبحانه وتعالى ما عند ما والو ما في قلبهمش الرحمه والو ما في قلبهمش الرحمه حيت كاع اللي كيأذي شي واحد راه ما عمر ربي غيسهل عليه انا نقول لك كتجي في الدريويش ولكن الله كياخذ الحق من بعد سالينا حيت هادو اللي كيديروا هذا الشيء راه ما عارفينش قدام شنو غيوقع ولادكم خوتكم انت وانت بزاف د الحوايج بزاف ضروا في المره الاولى وعاودوا ضروا ضروا المره الاولى وضروا المره الثانيه الثانيه هذه هذه صعيبه لا هذه صعيبه هذه لا هذه مقصوده حيت ملي كنقول لها ايمان قولي لنا شكون ناخذ لك حقك كتقول لك تنفيق تنوض على ذكر القضيه كل شكون ما غاديرش شي كانت هي بغات تفيق دير شي لا هي اللي كانت بغات تكلف هي اللي كانت بغات تكلف بعد الوفاه ديالها دير شي كفايه باش تعرفوا شكون هو المجرم هي اللي بغات تكلف قالت لنا كلشي زعما يدخل فهمتي بعدو تنشوفوا شنو كاين هي اللي كانت بغات تكلف انها تنوض وتقول شكون اذاها سرداتو معاها قلنا خويا اليوم كيفاش مصطفى كيفاش تلقيتي الخبر واخويا كنت ناعس انا كتعرف الفنانه البلي بار ديال الفنانه كيبقاو سهرانين كي خدام كي سوا خدام كي سوا ما خدامش كتفيق الصباح فقت انا تقريبا دير معاه شعل التليفون كيبان لي هذيك الفاجعه صافي فقت نجري هزيت التليفون عيط صافي زيت الطوموبيل جيت نجري جريه وحده ما فهمت والو حتى جيت عاد تاكدت واخويا كنقولوا هذا خصها تبقى عبره
وخلي واحد الميساج للفنانه كاملين من طنجه للقويره، كي كيعرفونا الناس خدمنا معاهم كاملين، بغيناهم يتحدوا ويكونوا فنانه خوت. راه كيشوفوا المصير ديالنا راه هو هذا، الاخر ديالنا هي الموت. بنادم يتهلا، اي فنان يتهلا في الفرقه اللي وراه. هذا الميساج واخا ما قالوش عادي يدي الفنانه، كنوصل لهم ميساج، راه هذا النهار لابد منه. تهلاو في الدراري اللي وراكم، وتهلاو في الدراري اللي وراكم، وتهلاو في الدراري اللي وراكم، قلتها ثلاثه المرات. وديروا الخير واتفقوا بعضياتكم واتحدوا وبغيو الخير لبعضياتكم، ماشي واحد تحرم الرزق الاخر والاخر يحرم الرزق الاخر. راه الدنيا فيتها، هادشي راه فيت، راه ما غايدوم سوى الله. حنا دابا فين جايين؟ هاد السيده هي كانت معنا صحيحه بصحيحه، هي دابا اليوم حنا الليله غتبات في قبرها. على ديك الفنانه كنشوفوا يعني هي تامه الفنانه، واش هذا ماشي تقصير في حقها؟ واش غنقول لك اخويا؟ هذا راه اش غنقول لك؟ واخا نعيا نوصف لك ونعيا نقول لك، راه ما غنوصلش لك حتى الربع على هاد السيده هادي. ها هي باقا دابا، ها هي باقا ما دخلتش، حنا في الدنيا وهي في الاخرتها. واش غنقول لك عبد الغفور؟ الكلمه لعبد الغفور. السلام عليكم خويا. يلا انا يلا خرج واحد البوم على على الغبال، على الاصدقاء اللي كيديروا اللي كيديروا السوء. هاد السيده هادي خدمنا، خدمت معاها، هي كانت كتديني انا نخدم، كتصيفطني نخدم في لي ريستون. هاد السيده من اطيب خلق الله، من اطيب خلق اخلاق بزاف. جاتني البكيه دابا، ما قدرتش ما عرفت ما نقول. هاد السيده بزاف بزاف. علاش داروا لها هاد الشيء؟ علاش وكلوها خويا؟ تابع دابا، ودابا هي مشات عند الله ويتبعوا شي واحد اخر. واش دابا هاد الناس اللي داروا هادشي؟ الناس ما بقاوش كيخافوا. لا بغيت، ما كاينش، ما كاينش اخويا. واش هاد الناس دابا اللي داروا لهادشي واش ناعسين دابا؟ واش غينعسوا اليوم؟ بغيت غنعرف واش هاد الناس هادو واش غينعسوا اليوم؟ انا كنوصل لهم الميساج، واش غينعسوا اليوم؟ يا حتى خويا هادشي، هاد السيده هادي انا اللي عاشرتها، حنا اللي عاشرناها كاملين، حنا الاصدقاء ديالها عاشرنا. هاد السيده من اطيب خلق الله بزاف، وكدير الخير. انا كتصيفط لي الفلوس، كتقول لي يا عبد الغفور واش خصك شي فلوس؟ انا كنمشي كندير سهرات في اسبانيا في فرنسا، وتعيط وتسول عليا هاد السيده هادي. الله يرحمها ويوسع عليها، والله يثبتها عند السؤال. غير الكلمه اللي كنطلبوا دابا، غير الفنانه اللي وراه، اللي وراه شي موسيقي كيخدم معاه خصو يتهلا فيه، واللي معاه شي راجل كبير يجلسو يبقى يصيفط ليه، عنده وليدات يبدا يصيفط ليه الباي ديالو بلا ما يبقى يدي يسخسخو في دار الحفلات ويجلسو. هادشي اللي بغينا، وها الميساج راه ان شاء الله يوصل. وهاد السيده الله يرحمها، وتنطلبوا الثبات عند السؤال، نطلبوا لها الثبات عند السؤال. وكنشكر هاد المنابر اللي جات كامله، كثر هاد المنابر اللي جات كثر من الموسيقيين اللي خصهم يجيو. تبارك الله عليك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.